تشوفوه في سوسة هكا هو صحيح، مقابلة تتلعب على الميدان ما احناش باش نتكلموا لا على الاربيتر ولا على كذا، ما احناش باش نحكيوا على التحكيم، هاك تشوفوا من هنا لاخر مقابل، منظومة الفساد مش نقضيوا عليه وماشيين ماشيين، يا يلقاو الحلول هنايا ويلموا الحكايه ونمشيوا في ثنيه صحيحه واللعبه تتلعب على الميدان، ما فماش، احنا ماشيين لزريخ اقبل موسكو. مبروك للإفريقي على الانتصار، ما احناش مش نحكيه على التحكيم، اللي نحب نقوله اليوم النجم الرياض الساحلي دفع الثمن متاع هالحرب اللي عملها على منظومة الفساد، ومنظومة الفساد وعلى رأسها اللي تعرفوه شكون حاشاكم عمال مشى في الأعمام تاعها، أما هذا الكل إصرار من الهيئة المديرة متاع النجم الرياضي الساحلي ومن رضا شرف الدين باش ندافعوا إلى آخر رمق، والحق يعلو ولا يعلو عليه، والحق باللي
تغرهم المناصب وتغرهم الوحدات الكل. هذه كما قالوها الكرسي تهز ورقصة الديك المذبوح. اليوم شفتوا اللي يحكي على الراية الوطنية ويحكي على الأشياء هذه مهازل مهزلة. أما مش مشكلة، احنا نحب نقوله لو كان احنا عملنا أنجز راهو النتيجة كانت مغيرة. أماني لا، ومستعد ندفع ثمن أكثر من هذا. هاي مازالت عنده الكاس، عليه بالكاس، شي حب آخر. أما ما احناش مبطلي ورحمة بيا، لاني مسيبه ولاني مسيب هالمنظومة. هذم آخر أياماتها، علاقة طيبة، ما احناش منشنجوا الفرق مع بعضنا، لأنه هو شي حب والمنظومة اش تحب، التشنج ما بين الفرق. احنا خذينا الدروس والناس الكل، مش مشكلة مقابلة اثنين ثلاثة، ما هيش مشكلة. هذا الثمن اللي يلزم واحد يدفعه احنا قابلين باش ندفعوه لهالمهمة النبيلة. لا لشيء، اللعبة تتلعب على الميدان وكفى بالله حسيبا. دونك سلموا على المنظومة وقلها اعمل كيف، لا احنا مش نسنجوا ولا احنا مش نعملوا معكم حتى شيء، اما ماشيين جيسكو بو، وربي ينصرنا وينصر الحق.